أنا في رأس رواج بأمين حركة فتح في الوجيب. الشهيد أنس دويكات هو مثل باقي أبناء القرية، شاب مقبل على الحياة، متزوج وعنده أطفال وبحب عائلته، ويعمل من أجل عائلته، ملازم في الشرطة الفلسطينية، ويعمل أيضا في مساعدة والده في الحياة الاجتماعية، خلينا نقول الحياة القاسية اللي بمر فيها أبناء شعبنا الفلسطيني البطل، في ظل ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من مجازر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني البطل، الذي يهدف من خلالها طمس حلم شعبنا الفلسطيني إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة إلى مشروع الترانسفير التهجير الإجباري الذي يهدف هذا الاحتلال إلى تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني البطل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي الداخل المحتل لإقامة ما يسمى يهودية الدولة. هذا الاحتلال النازي الذي يمارس أقصى أنواع العنف ضد أبناء شعبنا الفلسطيني البطل، وأكبر مثال ما ترونه على شاشات التلفاز من قتل الأطفال الرضع. بالتالي هذا احتلال عنصري، هذا احتلال فاشي، هذا احتلال نازي. ما يرتكبه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني البطل يفوق ما ارتكبته دول التحالف في الحرب العالمية الثانية، ويفوق مجازره في قطاع غزة ما ارتكبته التحالف في مدن ألمانية. بالتالي هذا احتلال يمارس القتل، يمارس تدمير شعبنا الفلسطيني البطل، وهو يريد من خلال ذلك إفراغ محتوى شعبنا الفلسطيني البطل، إخلاء الأرض الفلسطينية من أهلها، من أصحابها الحقيقيين. وبالتالي هذا احتلال قد يكون كل واحد فينا في الأيام القادمة شهيد على حاجز، أو حينما يدخل جيش الاحتلال ليمارس عدوانه ويمارس إرهابه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني البطل. يعني ما حصل مع الشهيد هو إعدام بدم بارد. الشهيد أعدم على حاجز بيت فوريت بدم بارد. حال أبناء شعبنا الفلسطيني البطل، جميع شعبنا الفلسطيني البطل الذي يعدم على الحواجز بشكل يومي بس فقط ليمارس هذا الجندي الصهيوني النازي الفاشي نزعة القتل على الحواجز، نزعة قتل أبناء شعبنا الفلسطيني البطل، كما يمارس قتل الأطفال في قطاع غزة.